قال له مالك الحزين: كيف ما بدي ازعل واكتئب لما كنت عايش هون عم صيد سمك واكل، وبعدها شفت صيادين مروا اليوم عالبحيرة، وواحد منهم قال لرفيقه: في سمك كتير هون، شو رأيك نضل ونتصيد السمك شوي شوي؟ قال له التاني: أنا شفت مكان تاني فيه سمك أكتر، خلينا نصيد السمك بهداك المكان، بعدين منرجع على هالبحيرة منصيد كل السمك فيها. راح السرطان فورا لعند السمك وخبرهن بالقصة، وراحوا السمكات لعند مالك الحزين يستشيروه شو يعملوا، وقالوا له: نحن اجينا نستشيرك لأنه يلي براسه مخ بيقدر يستشير حتى عدوه. قال مالك الحزين: ما فيني اخلص من الصيادين وقاتلهن، وما في طريقة غير نروح على نهر قريب فيه سمك ومي وقصب، فيكن تتخبوا بيناته، إذا رحتوا على هداك النهر بتخلصوا من الصيادين وبتنجوا بحياتكن. وهيك قرروا السمكات يعملوا. صار مالك الحزين يحمل كل يوم سمكتين وياخدهن فوق التلال وياكلهن، وضل يعمل هيك لحتى إجا يوم ياخد سمكتين وإجا لعنده السرطان وقال له: أنا مليت من حياتي هون وصار لازم روح لهداك النهر. حمل مالك الحزين سمكتين والسرطان وطار فيهن، ولما صاروا قريبين من التلال شاف السرطان عظم السمك مجمع بمكان واحد، وعرف إنه مالك الحزين هو ورا هالعظم وإنه أكل السمك ورح ياكل السرطان كمان. قال السرطان لحاله: إذا لقيت عدوك بمكان بتعرف حالك يمكن تموت فيه، سواء قاتلت أو ما قاتلت، أحسن شي تقاتل وتدافع عن حالك بشجاعة. عض السرطان بكلاليبه على رقبة مالك الحزين حتى مات، وراح السرطان لجماعة السمك وقالهن شو صار. أنا حكيت لك هالقصة مشان تعرف إنه حتى بعض الخطط ممكن تكون طريقك للموت. رح دلك على طريقة إذا عرفت تعملها بتخلص فيها من التعبان بسلام بدون ما تعرض حالك للخطر.